الاحتفال بذكرى ثورة 26 من سبتمبر ليس ترفا أو تقليدا للشعوب الأخرى، بل هو إعلان واضح لرفض العودة إلى الحقبة المظلمة والعهد البائد. فمن خلال إحياء هذه الذكرى مشاهدينا، يعبر اليمنيون عن تمسكهم بمكاسب الثورة وخوفهم على مبادئها، ويسعون إلى غرس القيم الوطنية في الأجيال القادمة ورفع وعيهم بقيمة الجمهورية وما قدمته من إنجاز بفضل الثورة. بالنسبة للأسرة اليمنية، فقد زاد تمسكها بالاحتفال بهذه المناسبة بعد انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة التشريعية، حيث يعلنون رفضهم الانقلاب بتشجيع أفراد عائلاتهم على المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تعزز فيهم قيم الجمهورية. مشاهدينا، في الفقرات القادمة سنناقش أهمية هذه الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الأسرة اليمنية ودورها في تعزيز قيم الثورة والجمهورية، وكيف أصبحت تثير غضب الانقلابيين، كما سنتعرف مع ضيفتنا على الطرق الممكنة لاستمرار هذه الأنشطة رغم التحديات. تنضم إلينا حول ذلك الصحفية يسرى عبدالله، معنا في ديوان بلقيس. حياك الله أستاذة يسرى، وسبتمبر مجيد عليك وعلى كل اليمنيين يا رب. علينا وعليكم إن شاء الله عام مجيد، وإن شاء الله يتجدد العهد دائما بذكرى 26 سبتمبر يا رب بإذنه تعالى. أهلا بك أستاذة يسرى، وحابين بداية نتعرف من خلالك عن يعني أبرز الأنشطة والفعاليات التي يعني تستطيع الأسرة اليمنية في هذه المناسبة أن تحتفل بثورة 26 سبتمبر التي تعد مناسبة غالية على قلوب كل اليمنيين. صحيح، وعندما نذكر الأسرة لابد أن جوهر هذه الأسرة هي المرأة، المرأة الأم والزوجة والأخت والابنة، التي تحمل كل معاني الوطنية ومسؤولية المواطنة، سواء في تربيتها للنشأ أو من خلال تجسيد المواطنة لدى أسرتها. في الحقيقة دعني أعرج على ما عرفت به المرأة اليمنية عبر التاريخ بشجاعتها وبسالتها وصمودها وحكمتها في أحلك الظروف. ربما يشهد لهم عصر الملكة سبأ بلقيس التي وثق مملكتها القرآن الكريم، والملكة أروى الحميرية التي كانت ربما تعطي أولوية لمصلحة الرعية أثناءها. وعلى صعيد الحراك الثوري كان النساء والأسرة اليمنية لهن أدوارهن النضالية، أمثال زعرة سعيدة التي شاركت رجال غدفان في ثورة سبتمبر وقاتلت بشجاعة في جبال الحابشة وحصار السبعين، كما شاركت في ثورة 14 أكتوبر برسالة ضد الاستعمار الإنجليزي. يعني فحين قتل الإنجليز أخاها قررت تتفاءل له، وفي سبيل ذلك باعت مجوهراتها وحليها واشترت بندقية، كذلك تحفة سعيدة الذي نعرفها دائما ونعرف الشعر التي قال عنها الإمام يحيى. يعني هذه هي التي تجسد الأسرة اليمنية قديما أو في المرحلة المعاصرة. اليوم الأسرة اليمنية اليوم تحتفي بكل مناطق الجمهورية، حتى في المناطق التي سيطرة الحوثي إن لم يحتفوا فيها في الشوارع فهم يحتفوا فيها في الأسر، يحتفون فيها في قلوبهم وفي عزيمتهم وفي نضالهم. طيب أستاذة يسرى، يتساءل الكثيرون أنه ليش هذه السنة بالذات هي غير بالنسبة لليمنيين، ولماذا هذا الاحتفال الذي كان قبل يوم 26 سبتمبر تقريبا والشعب محتفل ويجهز هذا الأمر بشهر تقريبا، فكيف تؤثر هذه الفعاليات في غرس قيم الثورة والجمهورية لدى الأجيال القادمة الذي للأسف اليوم تتعرض لتشويه التاريخ اليمني بتاريخ حملة آخر تجهيل وتجهيل كذلك الأجيال هذه؟ دعيني أقول لك أن حجم الوعي الجماهيري الذي تشهده كل مناطق خاصة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي يعكس رسوخ قيم ثورة 26 سبتمبر وإصرار اليمنيين على مواصلة النضال، لا سيما الأسرة اليمنية، لاستعادة الدولة والقضاء على المشروع الإمام المتخلف. الوعي الشعبي يجسد إدارة أو إرادة الشعب اليمني في الحفاظ على مكتسبات الثورة وحماية الجمهورية ومكتسبات نضال أبنائها وأجدادنا. يعني ذكرى 62 أو لثورة 26 سبتمبر المجيدة تحل هذا العام ومعنا تتجدد في قلوب أو في قلوبنا مشاعر الفخر في قلب كل أسرة، في قلوب جميع أفراد الأسرة اليمنية. ربما الاعتزاز بحقيات الأجداد والمناضلين الذين حرروا اليمن من الكهنوت الإمامي والاستعمار البغيض، يعني مؤسسين لعهد من الحرية والكرامة والعدالة.
احتفال شعبنا بهذه الذكرى الخالدة يجدد العهد ومواصلة النضال لتحقيق أهداف ثورة سبتمبر والوفاء لنضالات الأجيال السابقة التي قدمت أرواحها فداء لتحرر اليمن واستقلاله، ولا سيما الأسرة اليمنية اليوم تتجسد ذلك في تعزيز القضية الوطنية لدى أبنائنا سواء في الداخل أو الخارج. نعم، إذا أستاذة يسرى، يعني بالتأكيد يعني دعينا نتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه الأسر اليمنية في استمرار الاحتفال بذكرى 26 سبتمبر، سواء من هم في الداخل تحت سيطرة ميليشيا الحوثي أو من في الخارج الذين لا يستطيع أبنائهم أن يتعرف أكثر على بلدهم ولا على مناسباته ولا على يعني أن يعيش هذه الفرحة. صحيح آسيا، طبعا الممارسات الإجرامية ربما تعد من أهم التحديات التي يقوم بها الحوثي أو ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على المدنيين ومحاولتهم الممنهجة لطمس الهوية اليمنية الثورية. هذه الجماعة ربما تعيد تكرار ممارسات الحكم الإمامي البغيض وتستهدف محو آثار الثورة السبتمبرية العظيمة ومنع المواطنين في مناطق سيطرتها من الاحتفال بها، وهو ربما ما يكشف حجم العزلة الشعبية التي تعاني منها هذه الأسرة الحاكمة. أستاذة يسرى، ما رأيك نشوف مع بعض هذا الفيديو ونرجع عشان اللي بيتكلم على نفس الفكرة هذه نرجع نستكمل باقي النقاش. يا بنتي، لو شي ذا الحين انهم يحتفلوا بالبيوت، يحتفلوا بالشوارع ويعلموا عيالهم، مو كان الظلم اللي كان علينا؟ لكن لقاهم شعب عند الحين مش مداري، مو باقي بالوقت الاول، مو مداريهم مش مداري. لكن المهم انهم يحتفلوا ويعيدوا ويفرحوا، الكبار يفعلوا، لكن الجهال مش مداري، داري انهم ولوا المدرسه معاهم شنطه فوقهم، مش مداري. وعد بدلات معاهم، معاهم يبدلوا معاهم، ولا ماذا؟ ما كان فيش الا راعي غنم، راعي بقر، والرجال واليترع يوم معي حفلة الليلة مع عيالي وعيالهم. أنا أفدى لها الخالة صراحة، يعني عبرت بمشاعر حقيقية، وصلت رسالتها مهمة حقيقة، يعني كإنسانة عاشت مرحلة الظلم في عهد الإمامة وعرفت ما الفرق بين الحياتين، دعوة مهمة للاحتفاء والاحتفال بهذه الثورة المجيدة ولو على المستوى الضيق. هي قالت أنها ستحتفل مع أولادها وأحفادها في المنزل، يعني هي دعوة جميلة للاحتفال ب 26 سبتمبر، ما رأيك أسرة؟ صراحة هؤلاء النساء الذي يحملن تجربة النضال في قلوبهن، وأيضا ربما يعكسن هذه التجربة للأجيال القادمة، أن القضية الوطنية لابد أن نستمر الدفاع عن الحقوق والحريات مهما كانت التحديات. ربما التحديات هي التي تكسبنا مناعة النضال الوطني. اعتقد انه اليوم المرأة جسدت، وهذه المرأة نموذج اليوم، يعني جسدت في الحراك السلمي في ثورة ايضا فبراير، منذ انطلاقها يعني انضمت النساء اليها وشاركنا المظاهرات ضد نضال صالح وتنظيم ساحة الثورة، لانهن ربما توارثوا نضال 26 سبتمبر للدفاع عن الحقوق والحريات. وأنت عندما أسلفتي بالذكر عن موضوع التحديات، التحديات التي يعاني منها المواطنين في أو يعاني منها المواطنون في تحت سيطرة الحوثي هي قمع الحريات، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى احتقان شعبي كبير. أستاذة يسرى، كما شاهدنا التهديدات التي تعرضوا لها المواطنين اليمنيين في انه اي واحد بيخرج يحتفل بيتم اعتقاله، اي واحد بيشوف حتى يعني اخراج العصا وهي بالعلم اليمني، انه في بالصمول بيضربوهم. أيوة. يعني بتهديد يعني. واضح هذا القمع سيؤدي في نهايه المطاف الى احتقان شعبي كبير لابد ان ينفجر ويثور على هذه الاسره التي تحكم كما تدعي بتفويض الهي.
بتفوض إلهي تحتكر أموال الشعوب، بتفوض إلهي تحكم الشعب بالقوة، بتفوض إلهي هي تعتقد أن الشعب لابد أن ينصاع لها ولو ظلمت ولو قهرت ولو انتهكت حقوقها. أعتقد أن هذا الحكم اللامنطقي سيزول يوما، لا يوما.